إذاعة سلطنة عمان تقدم. قدم الباحثون العمانيون في الجامعات الأجنبية أطروحات وأبحاثاً تناولت شتى ميادين العلم والفنون والمعرفة، وهذه مساحة نفردها لكم في دراسات عمانية. دراسات عمانية. إعداد وتقديم الدكتور هلال الحجري. دراسات عمانية للمخرج علي بن عبد الله العجمي. دراسات عمانية. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دراسات عمانية. من الأطروحات التي أنجزها العمانيون في الخارج رسالة ماجستير بعنوان الفعالية التنظيمية حالة الاتحاد العماني لكرة القدم، قدمها منصور بن سلطان الطوقي لجامعة أوتاوا بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1998. دراسات عمانية. يذكر الباحث في ملخص دراسته أن الهدف من أطروحته تحديد فعالية اتحاد كرة القدم العمانية ضمن أبعاد محددة، هي التعقيد وإضفاء الطابع الرسمي والمركزية وأنشطة ضمان الموارد وأنشطة انسيابية العمل وأنشطة الرقابة وأنشطة تحديد الهوية وأنشطة الاستقرار الداخلي. واستخدمت الدراسة تحليل الوثائق لجمع البيانات النوعية والاستفتاء لجمع التصورات المكونة لهذه الأبعاد. وقد حدد الباحث 4 مجموعات أساسية، هي الإداريون والحكام الرسميون ولاعبو المنتخب الوطني والمدربون. وقد قيم تصوراتهم عبر 58 مشاركاً في استبيان استقصائي. ويقول الباحث إنه أجرى اختبار كارسكال وأليس غير البارامتري لاختبار الاختلافات بين تصورات المجموعات المشاركة في الاستفتاء حول الأبعاد 5. ويؤكد الباحث أن الدراسة أظهرت بأن المجموعات المشاركة كلها نظرت إلى الأبعاد على أنها تسهم في الفعالية التنظيمية، وأن الاختلاف الوحيد كان بين الإداريين والحكام والمدربين حول بعد السيطرة. وقد أيدت هذه النتيجة حسب قول الباحث المشكلة التي حللتها دراسته، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة لعملية تقييم صادقة للاتحاد من حيث برامجه والعاملون فيه. ويضيف الباحث بأن تعليقات المشاركين على الأسئلة المفتوحة في الاستبانة طرحت بعض القضايا الهامة، مثل مشاركة الموظف في صنع القرار وتوظيف إداريين مهنيين وتأثير الهيئة العامة للرياضة والأنشطة الشبابية على أنشطة الاتحاد العماني لكرة القدم. تكونت هذه الدراسة من 5 فصول. تناول الفصل الأول مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها وحدودها ومفاهيمها، واستعرض الفصل الثاني الدراسات السابقة المتعلقة بموضوعها، وتناول الفصل الثالث منهجية الدراسة وأدواتها وإجراءاتها، وناقش الفصل الرابع النتائج التي جمعت
من الوثائق والاستبانات. أما الفصل الأخير فقد قدم تلخيصاً للدراسة وبعض المقترحات حول الدراسات المستقبلية. نقرأ من مقدمة الدراسة هذه الفقرة: دراسات عمانية. يقول الباحث: تم اختيار الاتحاد العماني لكرة القدم لدراسته، وذلك لحقيقة أن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في الخليج العربي، وتتمتع بأوسع تغطية إعلامية، ولذلك فإنها تستخدم على نطاق واسع كمؤشر على المكانة لتعكس مستوى التنمية في البلاد من بين دول أخرى في منطقة الخليج. وبالإضافة إلى ذلك، يعد الاتحاد العماني لكرة القدم أكبر مؤسسة رياضية من حيث عدد الهيئات المكونة وأعداد الإدارات التي تشكل هيكله، كما أن لديه أكبر ميزانية مالية، ويقدم مجموعة متنوعة من البرامج. وعلاوة على ذلك، يشارك هذا الاتحاد في الفعاليات والمنافسات الدولية أكثر من أي مؤسسة أخرى في عمان. المؤسسات الرياضية الأخرى صغيرة نسبياً، وهي ذات بنية بسيطة، وعليه فإنها تتميز بمستوى منخفض من التعقيد والتكنولوجيا والحجم، وبيئتها بسيطة، غير أن الاتحاد العماني لكرة القدم لديه درجة أكبر من هذه الخصائص، وعليه فإنه يتطلب مزيداً من التحليل الموضوعي. وقد لوحظ من وسائل الإعلام والتقرير السنوي للاتحاد أن الفعالية التنظيمية الرياضية في عمان استندت إلى مصدرين: حكم قادة المنظمات الرياضية وأداء المنتخب الوطني. إن قادة المنظمات الرياضية عادة ما يقتصرون في تقييم فعالية برامجهم على إجراء تقييمات عادية، إذ لا يصحب ذلك تقييم رسمي أو يجرى تقييم شامل للفعالية التنظيمية. ومن جهة نظر الباحث، فإن تقييم الفعالية التنظيمية القائم فقط على أداء الفريق الوطني يعتبر محدوداً جداً. فعلى سبيل المثال، تضاربت المواقف الصحفية حول الاتحاد العماني لكرة القدم سنة 1995 باعتباره مؤسسة فعالة وغير فعالة، وجاء هذا الموقف المتضارب لأن أداء المنتخب الوطني الأول كان فقيراً جداً، لأن الفريق لم يفز بأي بطولة إقليمية. وفي المقابل، فإن أداء المنتخب الوطني للناشئين كان ناجحاً جداً، إذ تأهل لكأس العالم في الإكوادور سنة 1995، وحقق نتيجة جيدة من خلال الوصول إلى النصف النهائي. وكان الفريقان مختلفين في النتائج، على الرغم من أنهما مر بإجراءات التحضير نفسها ومن قبل الإداريين أنفسهم. وهذا يوضح أن استخدام أداء المنتخب الوطني مقياساً للفعالية التنظيمية الشاملة يعتبر مقياساً محدوداً جداً، وعليه فإن المطلوب هو استخدام نهج شامل يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المختلفة للاتحاد. دراسات عمانية. كان ذلك عرضاً لرسالة ماجستير بعنوان الفعالية التنظيمية حالة الاتحاد العماني لكرة القدم
قدمها منصور بن سلطان الطوقي لجامعة أوتاوا بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1998. دراسات عمانية. مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج علي بن عبد الله العجمي. دراسات عمانية.